النقطه التي طرحتها شيخنا قبل 4 اشهر، وكذلك التي ذكرها سماحه السيد في محرم الجاري، هل هذه الرؤيه يوافق عليها المراجع والحوزات العلميه؟ واخيرا حول ماذا؟ هناك حول الرؤيه المهدويه. اسمح اخي معروف، هناك من انتقد سماحه الشيخ اسد قصير انتقادا شديدا حتى ذهب به الى التكفير فيما ذكره بان الخلفاء الثلاث هم مسلمون وليسوا بنواصب، فما هو تعليقكم شيخنا على هذا؟ والسلام عليكم ورحمه الله، واستسمح لكم على هذا التطويل اخي معروف. بارك الله فيك. شكرا لاخ نجيب من بلجيكا، طبعا اسئله مهمه سوف ناتي اليها ان شاء الله. طيب من البحرين الاخ ابو هادي، تفضل. اخ ابو هادي من البحرين قطع الاتصال، نعود الى الاخت نور من بلجيكا. الان يجمع بين هؤلاء الاخوه والاخت طبعا يعني نظام واحد يعني، وهو الحديث حول قضيه التكفير. الاخت بلجيكا الاخت نور من بلجيكا طرحت هذا الموضوع، الاخ اسماعيل ايضا طرح هذا الموضوع، وبعدين ناتي الى التطبير بعد ذلك. تكفير وتطبير وهما فتنتان يعني. تفضل. نعم. يعني مرة أخرى أقول بأن نحن علينا أن نجفف منابع الفكر التكفيري. الفكر التكفيري واضح بأنه صار آفة، هو آفة الإسلام في العصر الحالي، وهو الذي أشعل الأمة الإسلامية نارا وفتنا وقتلا. الفكر التكفيري هو المسؤول. المسألة ليست لا سنة ولا شيء، نحن لا نحمل أهل السنة والجماعة، وأيضا الشيعة لا يتحملون مسؤولية في هذا المجال. فكر التكفير هو الذي خرج بقرن شيطانه ونشر الفكر التكفيري في العالم الإسلامي، من نيجيريا إلى شمال أفريقيا، مرورا بمصر وفلسطين وباكستان وأفغانستان. على كل حال صار واضحا لكل العالم أن الفكر التكفيري هو المسؤول. نحن علينا أن نجفف المنابع الفكر التكفيري. وأيضا علينا في نفس الوقت لا نجامل أنفسنا. كل من عنده فكر تكفيري أو كان عنده أرضية للفكر التكفيري علينا نحن أن نواجه ونعالج ونجفف منابع الفكر التكفيري. نحن في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل، عندما وجدنا أن هناك فضائيات انطلقت من لندن ومن أمريكا، وهذه الفضائيات تريد أن تتكلم باسم الشيعة وتثير الفتنة، تنال من رموز الآخر، تطعن في عرض أم المؤمنين عائشة، وعرضها منزه عندنا في مذهب أهل البيت بالإجماع عن الزنا وعن ما يعني كل ما يمس العرض والشرف، زوجات الأنبياء بشكل عام. نعم. فالمراجع انبروا بشكل واضح وصريح بالإجماع، أدانوا هذه الكلمات والتصريحات وهذه الفضائيات، وكان لهم يعني موقف واضح، حتى من سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف إلى سماحة السيد السيستاني في العراق الذي كان له موقف واضح متقدم في هذا المجال. فنحن علينا أن نجفف منابع الفكر الفتنوي من أي مذهب انطلق ومن أي أرض جاء. طيب. هذه مسألة لا نجامل فيها. نحن الحمد لله كان لنا موقف، والمرجعيات كان لها موقف واضح. ومن هنا أنا طبعا يعني أتعجب من الذين يحملون الشيعة أحيانا مسؤولية ما يحصل من مما يفعله التكفيريون. فهؤلاء التكفيريون الذي يتحمل مسؤولية أفعالهم بنسبة 95% هم المدرسة التي خرجتهم والتي ينتمون إليها، وهي المدرسة الوهابية. يعني قد يقال بأن يعني لماذا تحملون المدرسة الوهابية كل هذه المسؤولية؟ هذا الفكر موجود من أيام الإمام علي والخوارج، هذا فكر الخوارج. صح. نعم. ربما من الذي أحيا؟ ربما نعم أحيا ابن تيمية. نعم. فيقولون لماذا الآن تحيي يعني تحملوا هذه المسؤولية؟ نعم. طيب. هو رأيي، ولكن جذور كما تفضلتم الآن يعني. نعم. لابد من تجفيف منابع الإرهاب والتكفير. طيب. جيد، هذا فكر الخوارج. طيب الشيخ ابن تيمية نحن أولا هو الذي أحيا هذا الفكر. نعم. طبعا أنا لا أسميه الفكر الخوارجي لأنه عندي هنا تحفظ. هو الإسلام الأموي.
هو إسلام الإسلام يزيد ومعاوية. نعم الفكر التكفيري يشترك مع الخوارج في التكفير، نعم، ولكن في الدموية وفي القتل والتنكيل والتعذيب هو أصلا نموذج للفكر الأموي. الفكر الأموي من الذي أسس المدرسة الأموية خلاف الأهل السنة والجماعة؟ وأنا يعني عندما تقرأ التاريخ تجد أن قضاة كبار قضاة أهل السنة والجماعة حكموا على الشيخ ابن تيمية بالسجن عدة مرات حتى مات في السجن. نعم صحيح. أربع قضاة من مذاهب أهل السنة والجماعة إجماعا حكموا عليه بالسجن ومات في السجن. طيب هو الذي أسس هذا الفكر، جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشط الفكر الأموي. طيب والآن أنت إذا تلاحظ في العربية السعودية في المدارس يدرسون كتب التكفير في المناهج الدراسية، نواقض الإسلام، البدع والشرك ومشاكل ذلك، يطبقون هذه النظريات. بعض التنظيمات الإسلامية والجماعات الدينية أيضا هي غذت هذا. نعم. طيب الآن إذا أنت تلاحظ حتى خطاب بعض علمائهم، لا أقول كل علمائهم، بالأمس أحدهم كفر أتباع مذهب أهل البيت علنا في 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 مكان مقدس. طيب هذا قبل كم يوم كنت أقرأ أيضا لأحدهم الشيخ صالح الفوزان أيضا، حتى أنا أذكر أسماء حتى لا يقول البعض أنت مثلا يعني كلام عام يعني. لا كان يتكلم بلغة تكفيرية واضحة. فالقضية منشأ الفكر التكفيري واضح، قرن الشيطان خرج من هذه المدرسة، وعلى هذا الأساس نحن علينا أن نعالج هذه المشكلة. وأنا طبعا في أحد المرات تكلمت بأنه إذا نحن نلاحظ هذا الفكر المؤسسة الوهابية عندما أسست لها دولة خلال ثلاث مراحل، ثلاث دويلات، الدولة الوهابية الأولى والدولة الوهابية الثانية من بداية القرن الثاني إلى يومنا هذا، في كل مرة كان يحكم الفكر الوهابي كان المجازر والقتل لكل المسلمين، سنة وشيعة وأباضية، من عمان نشر الفتن والمجازر إلى الشام. نعم. لهذا السبب أنا أقول بأنه علينا أن نواجه الفكر التكفيري من خلال الفكر أيضا، من خلال تشفيف المنابع الفكرية للفكر التكفيري. شكرا. معنا الأمن الكويت الأخ علي، تفضل الأخ علي من الكويت. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت السلام عليكم. شارك يا غالي شيخ محمد، تفضل. تفضل. بغيت أسأل أربع أسئلة بس وإن شاء الله وما ترد علينا. نعم نعم تفضل تفضل. بغيت أسأل أول سؤال، هل الحكومة الإيرانية هي المؤسس الفاعل لداعش والمدافع عنها؟ هل الحكومة الإيرانية تشتري النفط المسروق من داعش؟ القاعدة. هذا ما هو سؤال، هذه مداخلة. يا أخي فرق بين السؤال والمداخلة. إذا عايز مداخلة تفضل، إذا عايز سؤال تفضل. معنا من العراق السيد أحمد. السيد أحمد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذنا العزيز؟ أهلا ومرحبا. المسألة الأولى، ما هو حكم من صارح الأجنبية علما بأن المسؤولين المحسوبين على المذهب في الآونة الأخيرة يصافحون وكأن الأمر جائز شرعا بل مستحب؟ مصافحة المرأة. المسألة الثانية. نعم. أيوة نعم. هل ابن بطوطة من المقدسين وهناك بعض الفضائيات المحسوبة على الإسلام على المذهب بأن يقولون ابن بطوطة زار السوق الكبير في النجف الأشرف فأعطاه قدسية علما بأن السوق الكبير مزاحم جدا إلى حضرة أمير المؤمنين بل هو خنجر في حضرة أمير المؤمنين؟ نعم. فأنا أسأل هل ابن بطوطة له قدسية وعلما بأنهم في السوق الكبير استلموا التعويضات من زمان المجرم؟ نعم. شكرا للسيد أحمد من العراق. من البحرين الأخ أبو هادي. أخ أبو هادي من البحرين. السلام عليكم شيخنا، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخيرات. الله يخليك. تعرفون أن عندنا انتخابات في البحرين. نعم. ما هو موقفكم الشرعي منها؟ أمي وأبوي مثلا يريدوني أشارك وأنا لا أريد. نعم. خوفا من الضرر، فما هو التكليف؟
وايضا عندي سؤال اخر، ما هو رايكم في الاستفتاء الشعبي؟ هل هو واجب المشاركه فيه ام لا؟ شكرا. بارك الله فيك. شكرا. عدد اخر اتصال لان عندنا اسئله كثيره. نعم. طيب معنا من العراق الاخ ابو عبد الله. السلام عليكم. عبد الله من العراق. عليكم السلام ورحمه الله. سماحه الشيخ العزيز. نعم. السؤال الاول، ما حكم من صلى واتضح له بعد الصلاه بساعتين او ثلاث ان هناك حاجبا على احد اعضاء الوضوء؟ السؤال الثاني، هل في عقيدتنا ان من لا يصلي هو بحكم الكافر ويدخل النار، ام له، ام هناك اعمال يمكن من خلالها يدخل الجنه وهو لا يصلي؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب من الامارات الاخ ابو اسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا فيكم. حساب طيب. حياكم الله. بغينا اسال الله يطول عمرك، في من عيال امام علي ولد باسم عثمان؟ نعم. شكرا. كان في الكربلاء ويا امام حسين؟ نعم صحيح. نعم شكرا. طيب لو سمحتم ان شاء الله نجيب. لان اكثر من نصف البرنامج الان. نعم. طيب ناتي الان لموضوع التطبير سمحت الشيخ، ونرجو ان تكون يعني هذه المره الاخيره التي نتحدث حول هذا الموضوع، لان الاخت سالت، الاخت نور من بلجيكا. طيب. ومن حقها ان نجيب. يعني بالنسبه للتطبير، اولا هي قدمت رساله، وان شاء الله هذه الرساله تصل الى المراجع الكرام والعظام. وفي هذا المجال نحن يعني طرحنا قضيه التطبير، والنتائج التي وصلنا إليها في قضية التطبير هي أولا أن التطبير، الكثير من المراجع يحرم التطبير ومنهم المراجع العظام الكبار. ثانيا أن التطبير ليس من الشعائر، التطبير ليس من الشعائر كما صرح بذلك كبار الفقهاء كالسيد الخوئي قدس سره الشريف، فضلا أنه ليس من الشعائر المقدسة. ثالثا قلنا بأن حرمة التطبير هي بالعنوان الثانوي لما فيه من تنفير من التشيع ومن الإسلام ومن الثورة الحسينية، والحرمة بسبب التنفير ليس بسبب الاستهزاء بل بسبب التنفير، وهذه نقطة ثالثة مهمة. وأيضا النقطة الرابعة في هذا المجال بأنه القضية هي خلاف حول تشخيص موضوع، من شخص الموضوع واعتقد بأنه في التطبير تنفير وتشويه للشعائر الحسينية أفتى بالحرمة. الذي لم يصل إلى هذه القناعة لم يفتي، ولكن لو وصل سيفتي، لأن هذه المسألة متفق عليها إجماع عليها أنه ينبغي لنا أن نترك ما فيه تنفير للمذهب عندما يتعارض مع أمور لم يثبت أنها واجبة في الشرع، وخصوصا أن التطبير كما ذكرت هو لم يرد فيه نص خاص أو فعل خاص من المعصومين. شكرا. هذا بشكل عام في قضية التطبير. رسالتك. نعم. رسالة إن شاء الله تصل إلى المراجع. وعلى كل حال لا ينبغي أن يؤدي هذا الأمر لا إلى مشاحنات ولا إلى مطاحنات. هذه آراء علمية نحن نطرحها مع الاحترام للرأي الآخر. شكرا. الأخ إسماعيل من الجزائر، طبعا حول موضوع التكفير يعني تفضلتم بالجواب والتوضيح. طبعا الأخ هو يعني يريد أن يقول بأنه إذا أهل السنة والجماعة حازوا على حقوقهم فحينئذ لن يكون هناك دولة إسلامية. هذا غير صحيح. وجود الدولة الإسلامية أو ما يعبر عنها بداعش، دولة داعش، ليس لها دخل في قضية الصراع يعني السياسي. الآن في ليبيا، في ليبيا موجود كلا الطرفين من أهل السنة والجماعة، صحيح. ولكن الآن داعش موجودة في ليبيا. في السعودية الآن داعش لها امتداد في داخل العربية السعودية. طيب ما في هنا، بالعكس الشيعة هم المظلومون في في العربية السعودية. طيب المسألة ليس لها ربط في المسألة الشيعي والسني وإن السنة يحكمون في سوريا والشيعة يحكمون في العراق. فهذا أنا أعتقد هذا نوع من يعني
الخطأ السياسي الكبير. فوجود هذه الدولة مرة أخرى أقول هذه لعبة استعمارية استكبارية أمريكية صهيونية يشترك فيها متأمريكين في المنطقة، الهدف منها هو تشويه الإسلام ونشر ثقافة القتل والفتنة بين المسلمين والمسيحيين وبين المسلمين أنفسهم وبين السنة أيضا أنفسهم. هذه هي حقيقة الأمر. نعم، يعني الأول يعني لو سمحتم نترك هذا الموضوع إلى حد ما ونأتي إلى موضوع آخر أيضا هو أيضا مهم، على أن نفرد له حلقة قادمة خاصة به إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي يقول: نسمع في الآونة الأخيرة تشكيكا في خمس الأرباح. نعم. جيد، بأنه لا يوجد نص قرآني عليه، ونحن يعني مذهب أهل البيت نهتم به أكثر من الزكاة التي هي من أكبر النصوص في القرآن. نعم. طبعا هذه المداخلة أو هذا السؤال يعني لابد أن نجيب عنه من عدة جهات. الزوايا. نعم. الجهة الأولى أنه من الخطأ الكبير أن نعتقد بأنه لا يوجد دليل على خمس المكاسب في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه الدليل واضح وصريح وهو آية الخمس. نعم. آية الخمس تدل بإطلاقها الغنيمة. الغنيمة تشمل غنيمة المكاسب، غنيمة الحرب، غنيمة الغوص والركاز كما في الحديث الشريف كما في صحيح البخاري. فالغنيمة في اللغة العربية بإطلاقها بشموليتها تشمل كل غنيمة. قد يقال هنا سماحة الشيخ بأن اللغة يعني المفردة في اللغة غير معناها في الاصطلاح، كالصلاة مثلا أو الزكاة أو الصدقات. طيب. فيقال هنا مثلا نعم الغنيمة يعني في كل شيء تشمل كل ما حصل عليه أو ما اكتسبه الإنسان. نعم. ولكن الغنيمة اصطلاحا أو شرعا خاصة فقط بغنائم الحرب كما هو في السياق، يعني صح. آية الخمس جاءت ضمن السياق. جميل. في معركة كان. جميل. نعم. هذا طبعا هذا إذا ثبت أن هناك اصطلاح شرعي. نحن نفسر النصوص الشرعية وفق التفسير اللغوي العام. نعم. إلا أن يرد تفسير شرعي، اصطلاح شرعي. نعم. في الخمس لا نجد نحن اصطلاح شرعي، بالعكس نحن نجد في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأنه طبقوا الخمس على المكاسب. على الأقل هناك من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من صرح بهذا الأمر بأن الخمس في القرآن الكريم ينطبق على المكاسب. أكثر من ذلك أنا عندي دليل حتى من نصوص أهل السنة والجماعة بأن الخمس في الآية الكريمة ينطبق أيضا على غير غنيمة الحرب كما في صحيح البخاري. نعم. صحيح البخاري هناك حديث واضح بأن الخمس في الركاز. نعم. الركاز ليس من غنيمة الحرب. حول الكنز أيضا. حول الكنز الركاز ومنه يفسر الركاز بالكنز. نعم. أيضا عندما جاء قوم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هناك حديث عند إخوان أهل السنة والجماعة بأنهم أمرهم بدفع الخمس بأنهم لم يكونوا محاربين ولم يكن يعني ربما كان عندهم غوص أو عند. فإذا الاصطلاح الشرعي نعود إليه ما لم يكن هناك يعني الاصطلاح اللغوي أو المعنى اللغوي نعود إليه ما لم يكن هناك اصطلاح شرعي. طيب ما عدم وجود اصطلاح شرعي أنا هنا أفسر القرآن بالمعنى العام. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. طيب غنمتم الغنيمة باللغة العربية تشمل الغنيمة الحرب وغير غنيمة الحرب، ونحن في هذا المجال يعني نترك الأمر للتحقيق وكل من يذهب ويطالع كتب اللغة العربية سيصل إلى هذه النتيجة. يعني قالوا بأن السياق هنا يحكم بأن الخمس هنا فقط في مغانم الحرب. أسباب النزول لا تقيد كما هو معروف عند المحققين، لا تقيد. نعم، سبب مناسبة كانت أن المسلمين حصلوا على غنيمة حرب. نعم. المناسبة كانت. طيب. ثانيا القرآن الكريم، وهذه الشبهة التي وقع فيها بعض طلبة العلم، القرآن الكريم عندما يأمرنا بالزكاة هنا المراد من الزكاة ليس الزكاة بالاصطلاح الفقهي. الزكاة بالاصطلاح الفقهي هي ما عبر عنه القرآن الكريم بالصدقات. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها.
الزكاة بالاصطلاح الفقهي هو الصدقات، وبالتالي كلما وردت كلمة الزكاة ومشتقاتها في القرآن الكريم، كلمة الزكاة تشمل الصدقات التي هي الزكاة بالمعنى الفقهي، نعم، وتشمل الخمس، وتشمل زكاة الفطرة، نعم، يعني كل الضرائب المالية، نعم، تندرج تحت كلمة الزكاة. جيد. لهذا السبب أنا يعني وضحت هذا الأمر أكثر من مرة في قناة الكوثر، بأنه لا نقول أنه لم يرد في القرآن في الخمس إلا آية واحدة، كل آيات الزكاة تنطبق على الخمس، والقرآن الكريم لم يعبر عن الزكاة الفقهية بالزكاة، إنما شكرا. عبر عنها بالصدقات، نعم، كما عبر عن الخمس بالخمس. أحسنتم كثير. هذه ثانيا. ثالثا، وهذه نقطة مهمة جدا، لماذا هذا الاهتمام، اهتممتم كثيرا في الخمس وفي خمس المكاسب؟ هذا بطبيعة الوضع الابتلائي، لأنه في الآونة الأخيرة، في القرون الأخيرة، الأغلب المكاسب هي مكاسب بسبب التجارة والصناعة وبسبب الابتلاء، يعني اتساع الابتلاء هو الذي يعني أدى بالفقهاء إلى أن يهتموا أكثر في خمس المكاسب المحرمة. نعم. فالقضية شكرا. ابتلائية لا أكثر. نعم. شكرا لكم. الآن أيضا عدد من الأسئلة المصورة، ثم نعود لاتصالات الإخوة إن شاء الله والأخوات. هل يجوز الزواج في شهر محرم الحرام؟ السلام عليكم سماحة الشيخ، أيهما أفضل، تقديم الطعام في المجالس الحسينية أم أعطاء إلى الأرامل ويتامى وغيرهم؟ وشكرا. ما هو المقياس للشخص في تقليد المرجع، وكيف يمكنه معرفة الأعلم من غيره؟ وشكرا لكم. هل يجوز للشخص أن يقيم المجالس على الإمام الحسين عليه السلام وهو محتاج ماديا، بحيث إذا قام هذا المجلس قد يتضرر؟ نعم، مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. طبعا هنا الوقت ضيق جدا، نعم، والأسئلة كثيرة، والأخ نجيب من بلجيكا عنده خمس أسئلة لوحده يعني، نعم، وهناك آخرون. يقول نريد بعض الوصايا للشباب لعدم التأثر بآراء يعني الذين يجعلون هؤلاء الشباب يعني يسقطون في الهاوية، نعم، نعم، يلتحقون بالفئات التكفيرية. طبعا طبعا. أنا أقول لهؤلاء الشباب بأنه ارجعوا إلى المرجعيات العلمية الصالحة النزيهة، وهذه المرجعيات أجمعت على أن الفكر التكفيري وما يسمى بدولة داعش خارجة عن دائرة الإسلام الوسطي، الإسلام المحمدي الأصيل. وبالرجوع إلى المرجعيات العلمية أستطيع أن أقول بأنه يمكن نحن أن نجد أحد أسباب علاج هذا التطرف الفكري والتكفيري في أمتنا الإسلامية. وأيضا في هذا المجال، فقط لبعض المتحمسين من الشباب أقول لهم بأنه هؤلاء إلى الآن لم يقدموا إلا سفك الدماء والقتل، وطريقة الوصول إلى الدولة والحكم لا تشبه أبدا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسس دولته على الرحمة والمحبة لا على سفك الدماء. وأيضا إشارة أخرى، لاحظوا أن هؤلاء سواء ما يسمى بالقاعدة أو ما يسمى ب داعش وغيرها وجبهة النصرة، هؤلاء لا يدخل الصراع مع العدو الصهيوني حتى ليس في أولوياتهم، حتى في فكرهم وفي برامجهم. وهذا مؤشر كبير بأنهم هؤلاء مخترقون، والذي يريد أن يخدم الإسلام هو الذي يقاتل إسرائيل ويقاتل الصهاينة. لهذا أنا أعتبر بأنه هذا مؤشر كبير ومهم جدا، كما سمعنا بالأمس.
طلب أن 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 نقت أن يقتل الناس كل الجيوش إلا الجيش الإسرائيلي. نعم. إلا الجيش الإسرائيلي. الجيش المصري ماذا فعل لكم الجيش المصري؟ أو الجيش السوري أو الجيش هلا أفرض في سوريا هناك صراع. طب الجيش المصري ليش؟ الجيش السعودي ليش؟ الجيش شكرا. هذا أكبر دليل عن هؤلاء لهم أجندة تخدم فقط الصهاينة لا أكثر. شكرا لكم. الأخ يسأل حول الزواج أو العقد في محرم بعد في العاشر. نعم. العقد في محرم لا مانع منه، العقد يعني أن يكون هناك عقد شرعي من دون أن يكون هناك أفراح، بل نحن لابد أن نفرق بين الحزن والحداد. الحزن إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد، الحزن أبدا إلى يوم القيامة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة كان يذكر الحسين ويحزن على الحسين عليه السلام. ولكن الحداد أنا أعتقد أنه بعد العاشر ينبغي أن يعني لا نعطل الزينة، لا نعطل الزواج، لا نعطل مجالس الأفراح، لا ينبغي لنا أن نعطلها يعني. وأنا أعتقد أنه هكذا كان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فبالتالي لا ينبغي لنا أن نعلن الحداد إلى آخر سفر مثلا. نعم، في أيام الشهادات، الأيام المناسبات الحزينة نلتزم بفرح حرام. نعم. شرع المناسبة. نعم. شكرا. فإذا أن نفرغ بين الحداد والحزن. وبين الحزن. شكرا. نعم. نعم. يسأل حول في زيارة عشراء، يعني الأول والثاني والثالث والرابع. نعم. كل من هؤلاء يعني؟ طب هذا المقطع أنتم أولا تعلمون، وأنا ذكرت سابقا بأنه هذا فيه كلام، هل هذا المقطع هو من زيارة من أصل الزيارة أو لا أم ليس. نعم. أولا ثانيا نفترض بأنه من المعصوم ونحن نقرأه، على كل حال أنا من جهتي أقرأه لا مانع من ذلك. طيب عندما يسكت الإمام يعني أنا أريد أن أتقدم عليه كما بالتعبير أزايد على أهل البيت يعني؟ غير ممكن. هو ما ذكر. طيب ليش أنا أبحث من هو ومن هو لم يذكر؟ نعم. فنحن نقصد ما قصده أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. شكرا. لا نتقدم عليهم، المتقدم عليهم زاهق. نعم. أو مارق. نعم. طيب حول قضية رؤية الإمام المهدي سلام الله عليه، تعلمون بأن هناك العديد من الآراء، بعضها يقول بأن الرؤية مستحيلة وبعضها يقول لا الرؤية يعني ضرورية أساسا. نعم. لا الرؤية ممكنة وحصلت وحصلت، وأنا ذكرت في أيضا أحد الحلقات عن الشيخ المقدس والعارف الكبير والفقيه لا الشيخ بهجت. الشيخ بهجت طبعا قدس الله نفسه والزكية والطاهرة، هذا الفقيه الكبير والعارف الكبير أيضا يعني تشرف بالرؤية. ولكن نعم من يدعي الرؤية يعني الذي يريد أن يفتح دكان، يريد أن يتاجر بها، يعني يريد أن يدعي السفارة كما الآن مثلا في العراق هناك يماني يقول أنا اليماني وأنا سفير، فهؤلاء نعم هؤلاء نكذبهم. نعم. الذي رأى الإمام حقيقة لا يدعي ولا يفتح دكان ولا يدعي السفارة والتمثيل، لو قال وحدث ويحدث بعد مثلا بعد موته نعرف كالمقدس الأردبيلي نعم. أو يحدث في إطار خاص ضيق بحيث لا يكون هناك دعوة أو ادعاء أو سفارة أو نعم. تمثيل نعم. ومشاكل نعم. شكرا لكم. نعم. يسأل أيضا حول رأيكم أنت شخصيا حول الخلفاء الثلاثة. لا أنا في الواقع لم أقدم يعني أنا قلتم. الذي ذكرته في الواقع أنا لم أذكر رأيي. وهؤلاء الذين يعني انتقدوني بأنني قلت أنهم مسلمون، أن يعني أبا بكر وعمر وعثمان أنهم مسلمون وقلت أنهم ليسوا بنواصب، أنا لم أكن أتكلم رأيي في هذا الأمر، أنا كنت أتكلم آراء المراجع وعلى رأسهم السيد الخوئي رحمه الله في تقريراته بين وصرح بإسلام هؤلاء الثلاثة. فالذي ينتقدني في الواقع هو الآن ينتقد السيد الخوئي والإمام الخميني، هذا هو رأي مراجعنا، ولكن هؤلاء تأثروا بالتكفير. هذا هو الفكر يعني التكفير. في هذا البرنامج تنقلون أراء المراجع يعني. إذا كان هناك رأي خاص أقول رأي خاص تنبهون عليه، ولكن أنا بالأصل في القضايا الشرعية. شكرا. لهذا السبب من كفر فيكون قد كفر في الواقع المراجع الذين هم قالوا أنهم ماتوا على ظهر الإسلام،
نحن علينا بالظاهر. نعم نعم. هؤلاء ماتوا على ظاهر الإسلام. شكرا. هذا هو رأي المراجع. طيب السيد أحمد من العراق يقول مصافحة الأجنبية ما حكمه؟ هلا مصافحة الأجنبية واضح في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يجوز. هلا إذا فعلها أحدهم لضرورة هو معذور، في أوروبا ولكن في الأصل لا يجوز. طيب نحن علينا أن نفتش على المحمل الحسن إن شاء الله. طيب. يقول ما رأيكم الآن حول ابن بطوطة في سكن النجف؟ لا ليس لا مقدس وليس نعم. حتى لا ولم يصنف من العلماء. نعم. ابن بطوطة كان رحالة. نعم. رحالة مؤرخ. مؤرخ، وبالتالي كلامه ليس له قيمة من الناحية الفقهية ومن الناحية العلمية. جيد. وتوسعة الحرم الشريف لابد أن تتم، لأنه في ذلك إن شاء الله ترويج للشعائر، وفي ذلك أيضا إن شاء الله عمارة لهذه الأماكن المقدسة، خصوصا حرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. نرجو الاقتصار له. سمعت الشيخ. الأخ أبو هادي من البحرين يقول يعني ما هو الموقف الشرعي من الانتخابات في البحرين؟ هو يقول أن الوالدين يأمراه بأن لا يشارك في الانتخابات لضرر. فنحن هنا نقول بأنه أن يشارك عفوا بالانتخابات لضرر. نحن نقول بأنه هنا عليه أن يلتزم بالخط العلمائي، وعلى رأسه الفقيه المجاهد الشيخ عيسى قاسم حفظه الله تعالى، وبالتالي يلتزم بتوجيهات العلماء ولو كان في ذلك مخالفة للوالدين. أما مسألة الاستفتاء الشعبي فأيضا هنا نعود مرة أخرى إلى توصيات العلماء في المشاركة في الاستفتاء الشعبي. نعم. وإن شاء الله ندعو الله عز وجل أن يعني أن تكون إن شاء الله البحرين دولة يحترم فيها آراء الشعب، وأن أن يبتعد النظام عن التنكيل والتعذيب وممارسة الضغوطات على الناس. من حق الناس أن تنتخب أو لا تنتخب، ومن حق أن تستفتي، أن تشارك بالاستفتاء أو أن لا تشارك بالاستفتاء. هذا هو حق الشعب. نعم. الأخ أبو عبد الله من العراق يسأل حول موضوع الحاجب. بعد ما صلى رأى حاجبا، يعني هنا الوضوء والصلاة. يعيد الوضوء، لأن الوضوء باطل. الصلاة. ويعيد الصلاة أيضا. نعم. يعيد الوضوء. لا صلاة بلا طهر. يقول من لا يصلي هل هو كافر أو لا، أو مسلم، وهل يدخل الجنة أو النار؟ ما هو الحكم؟ من لا يصلي إذا كان يعني يترك الصلاة عصيانا لا إنكارا، لا ينكر الصلاة يتركها عصيانا، هو لا يخرج عن دائرة الإسلام، ولكن يوم القيامة لا لا لا, لا يقبل منه أي عمل، لأنه إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فيوم القيامة لا 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 يشفع له أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي له شفاعة سوف يعطيك ربك فترضى، له شفاعة كبيرة جدا، ولكن لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة فضلا عن تارك الصلاة. شكرا. ولكن لا نخرجه عن الدين إلا إذا أنكر الصلاة. نعم. أخ أبو إسماعيل من الإمارات يقول هل كان الإمام علي عليه السلام ابن باسم عثمان؟ نعم. استشهد في كربلاء. نعم، كان له ابن باسم عثمان، وكان له ابن باسم أبو بكر. نعم، يعني الإمام علي عليه السلام كان له أولاد بهذه الأسماء. وطبعا السبب في هذا المجال ذكرته في حلقة سابقة، ليس كما يقول البعض بأن هذه التسميات بناء على الخلفاء مثلا. أنا أعتقد لا، بناء على هي نوع كانت من العمل الوحدوي مراعاة لمصلحة الإسلام، وأيضا هي أسماء متداولة يعني. أسماء متداولة يعني. ولكن أنا أعتقد بأن الإمام علي عليه السلام أطلق هذه الأسماء على أبنائه تعزيزا للوحدة وحفاظا على المصلحة العامة للأمة الإسلامية، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. طيب. هذه القاعدة التي كان يعمل عليها الإمام علي، المداراة وحفظ المصلحة العامة ولو كانت على الحساب الشخصي. نعم. طيب دقيقة واحدة فضل. وأسئلة مصورة لو سمحتم. جيد. يقول أيهما أفضل، تقديم الطعام في المجالس الحسينية أم لا إرسال القيمة قيمة الطعام إلى الأيتام والأرامل؟ الجمع أولى، لا ينبغي أن نعطل الطعام في المجالس ولا ينبغي أن نهجر الأيتام، الجمع أولى، نجمع بينهما. يقول هل يجوز للشخص أن يقيم المجالس على الإمام الحسين وهو محتاج ماديا؟ نعم يجوز،
ولو استقرد فإن شاء الله له أيضا الأجر والثواب. فنعم لا يعني لا يتكلف لا يتكلف ولكن له أجره إن شاء الله. يقول ما هو المقياس للشخص في تقليد المرجع وكيف يمكنه معرفة الأعلم من غيره؟ بالرجوع إلى أهل الخبرة العلماء العدول، هم بإمكانهم تحديد من هو المجتهد ومن هو الأعلم. نعم. أهل الخبرة. أهل الخبرة. أهل الخبرة العلماء العدول. نعم. نعم. الزواج في شهر محرم تفضلت. الزواج قلت بأنه لا مانع من العقد، أما مجالس الأفراح نجتنب عنها في الأيام الحزينة. في الأيام الحزينة لا يمكن لمسلم أن يفرح أو أن يتزوج أو أن يقيم مجالس أفراح في مناسبات شهادات أهل البيت أو وفاة الرسول، الأيام الحزينة مناسبات الدنيا الحزينة. شكرا لكم سماحة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من أحكام الإسلام. شكرا لضيفنا سماحة الشيخ أسد محمد قصير على هذا الحضور المفيد والطيب.